لو عندك الإمكانية تكون موجود في النوبة هذا يلي الجزء الأول اللي تعدى. أي. شو الدول اللي كنت تختاره؟ مش أنا نختار عاد، هو المخرج يختار. أنت اليوم كي تفرجت نقول الدور هذا النجم نعمله. نوبة. ما نعرفش ما زوزة دور. اللي هم. فما بابا الهادي. وبرينجا يا شادي. برينجا. بابا الهادي وبرينجا هي الأدوار اللي كنت نجم تعملهم في نوبة. به. توا باش نتعديو المرحلة الأخرى. لو كنت شيف تاع جوري وباش توسم الأعمال اللي تعديت السنة تبعني، شكون تختار أفضل ممثل، أفضل وجه جديد، وأسوأ ظهور رمضان السنة؟ وانا قلنا فماش افضل واحسن، ما تبغيش تمشي بالفرضيه نتاعك، فما منها الجوائز هذه، فما منها. قلت لك ما عندي مشكله معاهم، لازم هي فرضيه. يلا لازم ورد هذوما عندي مشكله معاهم، على خاطر لازم تبدا واحده بركه. حتى معناتها الميدان نتاعنا يلزموا شويه انه في اخر رمضان ولا بعد العيد فما سيريمونيه كبيره يحضروا فيها الممثلين الكل، في جوري كبيره تتعرض للاعمال تتعمل كما يتعمل في الدول الكل، نعملوا حاجه مزيانه موحده تتفق عليها الناس الكل، خليه يقعدوا يتعاركوا ثلاث ايام بيسالوا يقولوا شكون احسن واحسن، اما يقولوا علاش. انت شيف جوري، يلا افضل ممثل. افضل ممثل قلت لك عزيز الجبيل. افضل وجه جديد. هلا عيد. اسوأ ظهور رمضان السنه. ما نجمش نقول حتى كمان، لكن شيف جوري. لا ما نقولش. تستعمل جوكير؟ لا ما نقولش. انا ما عندك اسم؟ لا انا نمشي في البوزيتيف النيجاتيف، ما نمشي. عندك اسم؟ عندي تنقل لوحده.